هات الميدالية والفلوس. ما عنديش حاجة. ابني ابني، دي مش تمثيلية، ده مشهد حصل لهداف أمم إفريقيا 1974 في مصر، وبطل زائير أو الكونغو الديمقراطية حاليا، وأكتر لاعب سجل أهداف في نسخة واحدة من تاريخ البطولة لحد النهاردة. دي القصة المأساوية لنداي مولامبا. مولامبا قاد الكونغو الديمقراطية للفوز بلقب أمم إفريقيا للمرة الأولى والأخيرة بعد ما خرج مصر صاحبة الأرض في نص النهائي، ولعب كمان كأس العالم في السنة نفسها، وده كان الجزء الوحيد الكويس في حياته أو اللي ممكن نفتكره كويس. الكونغو الديمقراطية كان زعيمها اسمه موبوتو سيكو، وبسببه هتفضل حياة مولامبا وجيله كارثية من السبعينات والحد الممات. في بداية مسيرته اتسبب موبوتو في انضمام مولامبا لفريقه المفضل فيتا كلوب، وقال له انضمامك لفيتا كلوب هيخليك فتى زائير الأول، والعربية الفولفو من دلوقتي ملكك. ودي كانت الرسالة الأولى من موبوتو لمولامبا. الرسالة الثانية كانت بعد الديربي ضد الكونغو برازافيل والخسارة 2-1 في دور المجموعات في أمم إفريقيا. وصل شخص مبعوث من موبوتو ومعاه 23 ظرف ورسالة. المندوب قال للمنتخب لو كسبتوا الكاس فالشنط اللي فيها فلوس دي كلها هتكون ليكم، ولو خسرتوا مش هترجعوا زائير للأبد. كسبت زائير اللقب، وأهدى موبوتو عربية فولفو لمولامبا وقال له اكسب لنا كاس العالم وحيبقى عندك أسطول منها. يبدو أن كل حاجة كانت ماشية كويس، لكن اللي حصل في كاس العالم كان كارثي. خسرت زائير قدام يوغوسلافيا 9-0، ووجه موبوتو رسالة جديدة لمولامبا وأصحابه، من دلوقتي أنتوا مش في سلام وحتدفعوا تمن غالي جدا بسبب الخسارة اللي دنست وجه زائير. لو خسرتوا أكتر من 3 قدام البرازيل هيكون قدام كل جول 3 رصاصات في رأس كل فرد من أفراد عائلتكم. ورغم الخسارة من البرازيل 3-0 بس، لكن موبوتو وضع المنتخب كله تحت الإقامة الجبرية مدى الحياة، وتم سحب الهدايا السابقة منهم. اعتزل مولامبا وغالبا افتكر ان موبوتو هينساه، لكن الجزء الأسوأ من حياته ما كانش لسه بدأ. في سنة 1994 تقرر تكريم مولامبا في أمم إفريقيا في تونس، وخد ميدالية رمزية بصفته أعظم هداف في تاريخ البطولة. لما رجع لقى رجالة مسلحين مستنيينه في بيته ومعاهم رسالة: الرئيس عايز ميداليتك والفلوس اللي خدتها، كل ده ملك الزئير. رفض مولامبا فضربوا واحد من المقتحمين بالبندقية واداله رصاصتين في رجله. حاول ابنه اللي كان عنده 9 سنين يدافع عن أبوه، لكنه اتقتل قدام عينه. وفي المستشفى فاق مولامبا على رسالة جديدة وافتكر إنها من موبوتو، عشان يقول كفاية رسائل، أنا عايز دي تكون الأخيرة وتموتوني، ما تغلطوش في الرصاصة زي المرة اللي فاتت. لكن الرسالة المرة دي كانت من زعيم المعارضة اللي ساهم في تهريب بطل زائير لجنوب إفريقيا. اختفى مولامبا لدرجة إن في أمم إفريقيا 98 اتعملت دقيقة حداد على روحه بعد ما انتشر خبر إنه مات، لكنه ظهر تاني في سنة 2000 وبعد وفاة موبوتو ب3 سنين وقال أنا حي ما متش، هربت من بطش موبوتو، أنا شغال في جراج في جنوب إفريقيا وبشوف رشيدي ياكيني وبابانجيدا ونجوم نيجيريا وجنوب إفريقيا، وحفضل أتشفف موت موبوتو بالسرطان الخصية للأبد. رفض مولامبا يرجع بلده، وفجأة رجع لها بدون مبرر، ولكن بعد فشله في دفع تكاليف حياته وعلاجه قرر الرجوع لجنوب إفريقيا مرة تانية، واتكلم مرة عن معاناته وقال لاعب كرة مشهور وتم تكريمه في بلاده ومعترف بيه، إزاي تم تجاهله بالشكل ده؟ سنة 2019 اتوفى مولامبا فقير وبعيد عن بلده عشان يكتب نهاية حزينة لحياته المأساوية.